هذه سيارة 2030 الوحيدة في العالم واللي حاول أكثر من 15 شخص يزايد عليها عشان يشتريها. هذه السيارة اللي سرعتها توصل إلى 356 كيلومتر فيها محركين كهرباء وتوصل إلى 100 كيلو في خلال 3 ثواني ونص. السيارة هذه طبعا مصنعة مخصوص بشكل مميز بشكل مختلف، الأولى من نوعها، أخذوا خلطوا البيئة حقتنا الصحراوية، فهي سيارة فخمة مصممها ابن جورجيو يوجارو، يعني أسطورة في عالم تصميم السيارات الإيطالية. لو تشوف القطع شوية، طبعا هي السيارة الحين موديل أخذ محركين كهرباء، بنتكلم على حوالي 511 حصان 376 كيلو واط دفع رباعي، وهم عاملين أسرع، ما بستخدم كلمة جيب، خلينا نقول مركبة دفع رباعي وأفخم، الأولى من نوعها والوحيدة من نوعها، فعاملة شوي زي السوبر باقي بس على كلاس نظيف فخم مرة، وتمشي على سرعة 200 كيلومتر للساعة فعليا في الرمل، طبعا يمديها تمشي أكثر من 0 ل 100 3 ثواني ونص. فخلينا نقول الآن السيارة واحدة من نوعها اختبارية، لكن ما شاء الله على 500 سوق حصان السيارة. لو يعني ايش المميزات اللي فيها تقول انها سيارة مختلفة تماما عن باقي السيارات؟ كل شيء كل شيء، اولا واحد من واحد، ما لا اخت، مصنوعة خصيصا، الدار التصميم اللي صنعتها من افخم واعرق دور التصميم، المحرك الكهرباء ودفع رباعي للرمل ما حد سواها لغاية دحين لسه، السرعة القصوى أنا 200 كيلومتر في الساعة فعليا، يعني انك انت بضغط الزر خش على الرمل، هذه 200 كيلومتر في الساعة، وعلى السفل تجيب أسرع. السيارة جاهزة، حتى تشوف مقاس الكفرات حق السيارة وحجمها، يعني ما شاء الله أسطورية السيارة. ما نتكلم آخر سؤال، زاوية من زوايا هذا المعرض تتوقع تراهن عليها أن تكون ملفتة لكل زائر؟ بأمانة كل حاجة في المعرض، أصغر سيارة برا لأكبر سيارة، بين سيارات كلاسيك لسيارات سوبر هايبر كار لسيارة الوحيدة من نوعها، وطبعا هذه حيصير عليها مزاد، وفي أكثر على كلام معالي تركلاشة أنه في حوالي 15 شخصية عالمية من خارج المملكة بيتصلوا ويتواصلوا عشان يراهنوا، يعني يزايدوا على السيارة دي، والكل بيراهن أنه بيكسبها يضمها للأسطول المميز من السيارات عنده. والحلو أن السيارة هذه بعلم السعودية بلون السعودية، سيارة 2030. حنا في معرض في أكثر من 1200 سيارة مختلفة، منها النادرة والكلاسيكية، تجمعت في الجنادرية وبالتحديد في معرض الرياض للسيارات. شوف كتشبيه، هذا تشبيه أطلقه لي بعض المتابعين، يقول وضعك يا أحمد في المعرض هذا زي الطفل لما يدخل محل الألعاب. إحنا صراحة المعارض هذه كنا نفتقرها في المنطقة، وصراحة يعني كانت المعارض الدولية تقام حول العالم، وعندنا هنا ما في معارض بالمستويات هذه. إحنا نتكلم عن 1200 سيارة في هالمساحة، سيارات بعضها 1 of 1 تكون الوحيدة في العالم، سيارات بعضها أيضا عمرها 90 سنة إلى 100 سنة، وفي سيارات أيضا موجودة يكون عددها محدود الإنتاج، مثل مثلا 70 سيارة لوحدة من السيارات، والآن يوجد منها سيارة هنا تعتبر واحدة من أصل مثلا 39 سيارة من 70 اللي ما زال يعرف إنها موجودة، الباقية ما حد يدري وينها، هل أتلفت، هل هي مخفية، هل هي مصدومة. فكونك وسط التجمع هذا، وسط الكم الهائل والتنوع الكبير جدا في السيارات، سواء الكلاسيك، السيارات الرياضية، السيارات الفاخرة، السيارات السوبر كارز، شيء ممتع جدا، شيء له عوائد حتى على البلد اقتصادياً.